اخويا دلوقتي ومش عايز حاجه تاني، انا عايز حاجه اخويا وحسب الله ونعم الوكيل خلاص. دي اول لقطه انا خدتها، دي حته في جسمي فتحت الشعر يا استاذ، فتحت شعر بادي ده دم يعني مثلا حصل انتهاك جزئيه تعملي قبل ما تنام. انا برجح ان الوال لما حصل هذا القصه جات له غيبوبه، جات له غيبوبه، هم افتكروا ان هو مات، فممكن يتخلصوا منه في شنطه او حاجه. بس انا كنت في المستشفى الدكتور حمزه ثبت ان صحه اسمه الدكتور اسمه ترامب. لما رحنا بقى عرفنا اللي هو ترامب وقدام الباب بتاعه، لما اعترفوا قالوا احنا عملنا كل حاجه لكن بس ال بص يا سيدي كل شارع الفتح. الحمد لله ان هم ما رموهوش من منور، حطوه في شبول، رموه من الزباله او رموه من منور او قطعوه لرموه للكلاب. البركه في ربنا وفي جبال تودونا اي مكان نتعالج من اللي هو فيه، ان شاء الله النصف طبعا مش عارف شرخين في الجمجمه ونزيف على القلب وكدمات في الرئه يعني متدمره، وشلل في النصف اليمين كله يعني حمزه الحمد لله. لو لف معاهم الاول لما جماع لما الجوامع حاصل والناس والناس جت الناس بدات تتحرك، جه تخلص من الواد ورجع وقف تاني بره مستنيهم. انا لما دخلت على الواد في المستشفى اول حاجه انا قلت لك القصه كلها في 3 متر من الحجر لقلب الباب. القصه دي استدرك ولا بتاخد يعني كان مجموع شباب كبير، هو استدرك عن طريق النقاش، قلت له يعني الطفل ما بيتكلمش، كبير يقول ايش ابا اما بس ما كملش 3 سنين يا استاذ، فعشان كده هو استدرك بجلطايه لغايه ما دخل باب البيت والاثنين كانوا على اتفاق رسمي بهذا الوضع.